في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. وفي رواية مسلم: لا يدخل الجنة نمام. فالنميمة هي نقل الكلام من شخص إلى آخر، أو من مجموعة إلى أخرى، أو من قبيلة إلى أخرى، على وجه الإفساد بينهما. ولذلك شتان ما بين هؤلاء وبين من كان قدوة حسنة في هيئته، فضلا عن قوله الحسن، فضلا عن فعله الحسن. ولذلك في مسند الإمام أحمد: جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين النمامين وبين أولياء الله. هذا الحديث حسن بمجموع شواهده. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله. مجرد أن يروا رؤية بصرية يذكرون الله، لأن ما على هذا الرجل أو على هؤلاء من سمات الخير ومن الخشوع ومن العبادة ما يذكرهم بالله. ثم قال: ألا أنبئكم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة. ولذلك لخطورة النميمة أفردها بصفة وبخصلة أخرى. قال: المفرقون بين الأحبة. ولعظم النميمة أفردها بخصلة ثالثة في نفس الحديث: الباغون، أي الطالبون، للبراء، أي للبريئين، العنت، المشقة والفساد. فانظروا، المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت.